top 7 مينوت تلقاو القناة ها هادو تسمو المقترحات ها المقترحات واخا هما كاتبين اخر فيديو تنكليكي على القناة شنو تلقاو تلقاو بالنسبة لهذا الحساب انا غير مشتركة فيه يعني تطلع ليا الفيديو اللي انا اختاريته او اكثر ربحا اللي فيه تقريبا 14000 وهالفيديوهات انا اختاريت انا بلاي ليست الاولى اللي طلع هي فيديوهات تعليميه للمبتدئين في يوتيوب وهذه المقترحات ثم ثم غادي تهبطوا مقترحات وتلقاو هنا هادو الفيديوهات الاكثر ربحا هما اللي فيهم سي بي ام اخ بي ام طلع جمعهم في واحد البلاي ليست وحده في التوب 7 وعاد هادي ديال الصحة والعلاج المهم انا مرتباهم على شكل اللي بغيت انا وهذا هادو ما فيديوهات هما جديدة ولكن المشاهدات طايحة تنخليهم لتحت يعني اللي ما بغيتهمش يطلعوا حيت هما تيكونوا ناقصين بغيت اللي فيهم مشاهدات طالعة ولا اللي فيهم مشاهدات هاي بحال دابا هادي الرائجة تقدروا تحطوها هي الاولى الا بغيتوا الناس يشوفوا الفيديوهات الرائجة يعني تبقى الاختيار ديالكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نعطيكم واحد ميزه مهمه بزاف خصوصا القنوات المبتدئه ما تعرفوهاش ولا ما تعطوهاش الاهتمام وهي تطلع بدور كبير انه تعطي واحد الشكل وجماليه للقناه ديالك وبطبيعه الحال تزيد مشاهدات وحتى الارباح تلقوا ان الصفحه ديال القنوات الكبار مختلفه عن الصفحه ديال القنوات المبتدئين علاش لان المبتدئين خصو يتعلموا دابا هذا الفيديو هي كيفاش غادي المشاهد اللي اول مره يدخل تعطيه واحد الفيديو كانه اشهاري للقناه ديالك وحتى الا كان فايت دار لك اشتراك تعطيه فيديو اللي غادي يشوف اللي بغيتيه يشوف وممكن ديروا حتى قائمه يعني بلاي ليست اللي فيها الفيديوهات اللي اكثر ربحا ولا اللي تقدموا الفيديوهات اللي فيها مشاهدات طالعه تكون هي في المرتبه الاولى هي اللي تطلع كاين اللي عنده الفيديوهات الجديده فيها مشاهدات طايحه فتبقى الاختيار ديالكم غير غنوريكم الطريقه كيفاش تنظموا القناه وتنرتبوها ونستفوها يلا نضربوا لها واحد التخميله واحد النقيه ونقادوا لها كل بلاصه فين تتكون غنوريكم الطريقه وتبعوني خطوه بخطوه اجا تندخلوا المتصفح جوجل اللي فيه اللوغو ديال القناه ديالكم ولكن بالنسبه للهاتف راه تيكون عندهم واحد بحال هكا ثلاثه نقاط هنايا تضغطوا عليها وتلقى واحد مربع ما تكونش هنا في الحاسوب هذاك المربع تبركوا عليه يولي ازرق المهم هنا تكتبوا استوديو يوتيوب وها حنا دخلنا استوديو يوتيوب وغادي نمشيو لهاد البلاصه هادو هبطوا حتى لهاد البلاصه هادي سميتها بيرسوناليزاسيون كما تلاحظوا هيا نقرب ليها هيا شتي فلو غنحاول نرد لكم الصفحه تكون بالعربيه انت تدخل استوديو يوتيوب نعاود هلا بحال القيادات قلوا على الشكل ديالها دايره بحال العصا السحريه يعني سميتها التخصيص غادي نقرو عليها وتتعطينا هذا الشكل اللي تشوفوه ها هو واضح تعطيك الصوره اللي تتكون عندك والصوره ديال اللوغو ديال القناه يعني هنا ممكن تغيروا غير عرفوا انه اي تغيير في هادو تطلبوا منكم مدبر حنا ما تهمناش هادو حنا تهمنا علامه التبويب هذه هي اللي تتهمنا من بعد ما نقلنا لها بحال دابا هذه درتها مسبقا يعني كيفاش درت هذا المقطع دعائي قناتك للمستخدمين منين جبتها هذه منين جبتها عاد كاينين هذا المحتوى المقترح الا فعلتيه ياك تيولي يوتيوب ها باش تنعرفو نفعل بهاد البوطونه هادي تتولي يوتيوب تتعطي الفيديوهات مقترحه من عندها تختارهم هي عشوائي عاد البلاي ليست عاد لي شورت هايا البث المباشر الترتيب هاد الترتيب هذا راه نتي اللي درتيه ممكن تحكمي فيه مثلا بغينا مقاطع الفيديوهات الشائعه سبقتها هي الاولى راه ما كانش في الاول منين جبت هادشي كامل غادي تدخلوا لهاد البلاصه اضافه قسم
يعني غادي نقرو على زائد. هاد زائد هذا هو اللي عطانا الاختيار للمشتركين، يعني الناس اللي اشتركوا عندك. فمنين تنقرو على هذه تيقول لك اش من فيديو تختاري، بغيت المشتركين يشوفوه، فتبقى لك الاختيار تتحرك تشوف شنو هو الفيديو. مثلا اختاروا هذا، يعني هذا هو اللي غادي الفيديو اللي غايشوفوه المشتركين، وهذا الفيديو هو اللي غايشوفوه الغير مشتركين. منين جبت انا هذه ومنين جبت هذه، راه قلت لكم من اضافه قسم غتكونوا هما الاولين لك. راه كاينه ضيفه موجوده ديال المقترحات، مقاطع فيديوهات شعبيه، كاين فيديوهات قصيره، وكاين فيديو البث المباشر الحالي، وقائمه تشغيل واحده فقط. الا كانت القناه ما دايره قوائم، اما تديري قائمه تختاري شي وحده من القوائم انها تكون بحال هاد الموسيقى الصامته، مابقاش مقبوله غادي تترفض يلا نخطروا مثلا سميه. صافي تجي لهنا. مثلا هاد القائمه هادي بغيتها تكون في الاول، يعني كيفاش تكون هنايا في الاول، بغيتها اي قناه دخل غادي الا كان مشترك طلع على هاد الفيديو في القناه في الصفحه الاولى، وبغينا مثلا هاد القائمه تبان هي الاولى، فغادي تنقرو عليها مزيان ونحولها، ماشي هنا هاكا وتحولو كيف ما تشوفوا. ونبدا نحول نطلع جوج خطوات، مازال فين هو الفيديو ديال سمية، باقي ما بغا يطلع، نزيدو مازال نطلعو هاكا كسير سير. ها هو ديال القوائم كلهم اللي عندك، هادي قائمة محددة مثلا جمعتي فيها كاع الفيديوهات اللي أكثر ربحا تحولو. هادي هاهي طلعت، نزيد نطلع، بغيتها تكون مع الفيديوهات المقترحة هاكا، تنطلعو بشوي بشوي هاكا حتى نطلعها. ها مثلا أنا بغيتها تحت من الشائعة، ولا بغيتها فوق. ها يعني مثلا هادي كما تشوفوا بغيتها مثلا هادي ديال المقترحه نطلعها حتى لهنا. صافي ها بديت دخل قناتي ومشترك في القناه ديالي غادي يلقى هذا الفيديو، ياك، وغادي يلقى هاد القائمه اللي بغيتو نشوفها سميتها سميه. مثلا انا هاد الفيديوهات هادو هما اللي يكونوا اكثر ربحا فيهم الفلوس، اللي سي بي ام ديالهم طالع و ار بي ام ديالهم طالع. فبهذه الطريقه اللي دخل قناتي، يعني غادي باش غنعرف تندير الاسم ديال القناه ديالي، ندخلوا اليوتيوب، ندخلوا اليوتيوب وغادي نكتب اسم القناه وغادي نشوف، ما غادي نتفرج حتى شي فيديو، ضروري ندخل من حساب اخر، يعني ماشي من قناتك انت، غتدخلي من حساب اخر باش تشوفي الشكل الخارجي ديالها. يعني دخلي من حساب اللي فيه اشتراك، ولا شي حساب ما فيهش اشتراك لقناتك، وغادي تشوف الشكل الخارجي كيولا، يعني داك اللي اختاريتو هو اللي تيكون. وما تنساوش هنا منين تبدلوا هاد ديروا هاد التغييرات، ما تنساوش ترجعوا ديروا النشر، نتمنى الفيديو تيبان لكم مزيان، ما تنساوش النشر. حيت الا درتو النشر فهادشي كله تيتفاليدا، ماشي ندخلو في الاخر تلقاو ما كاين حتى شي تغيير. فغنديرو هكا وغنشوفو الشكل الخارجي كله. فها هو الفيديو اللي درناه على بالنسبه لهذا الحساب غير مشترك في هذه القناه، ها هو الفيديو، وها هي القائمه اللي اخترنينا ديال سميه وما هادو. صافي هادشي اللي تيطلع لينا بالترتيب اللي اختارينا، يعني فاش تندخلو هادشي اللي تلقى، فاش تنديرو فيديوهات فأي واحد غادي يولي عندو بوبولار، هادو كلشي صافي. من تدخل تتلقى الترتيب اللي دايره يوتيوب، كلشي تيكون عندو فيديوهات الحديثة ياك، وفيديوهات الرائجة، وفيديوهات القديمة. إذا هادو ما تتحكمش فيهم في الترتيب ديالهم، اللي تتحكم فيه هو الدخلة هو المدخل ديال القناة.
نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، ما تنساوش لايك واشتراك للقناه اللي عطاتنا نشرحوا لكم منها، هي قناه امينه مغربيه، وافتخر وكنا مغاربه تنفتخروا بالمغربيه ديالنا، وما تنساش هي تدير محتوى. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.